مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جريمة، حلقة برنامج ريشة تكرزوم. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن السمنة، واتكلمنا عن امتى أعرف إن أنا عندي سمنة مفرطة وامتى ألحق نفسي، وقلنا كمان تأثير السمنة السلبي على الصحة النفسية والصحة العامة بشكل عام. ولكن قلنا بقى نقطة مهمة، إنه أحيانا لما باجي أنزل مش بنزل من الجسم كله، فبيبقى عندي مناطق فيها مشاكل. النهارده هنتكلم لو عندي المشكله دي في منطقه معينه، ايه العلاج او ايه الطريقه او ايه الجلسات اللي انا ممكن اعملها، زي ما بيقولوا كده تعمل نحت للقوام بشكل عام. النهارده هنتكلم عن جلسات تنسيق ونحت القوام مع الدكتوره جيهان فريد، اخصائيه تغذيه العلاجيه وتنسيق القوام. دكتوره برحب بيكي. اهلا بحضرتك، منورني دايما. ميرسي، الله يخليك. استكمالا بقى للحلقه اللي فاتت، اتفضل. الناس خسيت كلها من الحلقه اللي فاتت لحد النهارده. معقول؟ طب والله كويس. تمام. الناس لما خسيت بقوا يشتكوا، مش يشتكوا عشان خسوا، يشتكوا عشان بعد ما خسينا يا دكتور والله حاسس انه يعني هنا في حاجه زياده، هنا في حاجه زياده، مش عارف ايه. ايه الحل؟ اولا هو احنا قلنا ان دي بتكون اسمها تكتل دهون في مكان معين اللي هي السمنه الموضعيه. ممكن تكون هاتك في حاجتين. الحاجه الاولى ان يكون خس وحاجه زياده، او زي ما بتقول بيبقى مثلا نسبه ترهل في مكان معين بعد فقد الوزن او نزل الوزن اللي هو مطلوب، او خس بس في اماكن خس بالدايت وبالرياضه وكده، في اماكن بيبقى فيها دهون عنيده ما ينفعش تنزل بالدايت ولا بالرياضه. عشان كده بنلجا لجلسات بنلجا يعني تنسيق يعني خلينا يعني في ناس بتلجا للجراحه، وده غير مفضل لان طالما خس مش محتاج ان يدخل جراحات، وفي ناس بتلجا للجلسات التقويميه. هو اصلا عمل كل ده عشان ما يخش جراحه، هو قاعد يتعب في الدايت ويعمل رياضه ويصحى بدري وينام بدري وياكل بنظام ومعاه ميزان صغير كده. مش بتكلم عن نفسي عموما، بس انا بتكلم عن الناس بشكل عام. ايه بقى هي جلسات النحت وتنسيق القوام؟ طب خلينا نقول الاول يعني انت امتى تتجه انك تعمل الجلسات دي؟ يعني يعني هو مش كل حد مطالب ان هو يروح يعمل جلسات او يروح يعمل اي حاجه علاجيه في عند دكتور، الا لو كان دايتيشن طبعا كتنحيف يعني تنظيم غذائي. لكن في بعض الناس محتاجه انها تعمل كده، اللي هم خس زي ما حضرتك قلت وراحت لدايتيشن وعملت نظام غذائي ونزلت الوزن اللي هي عايزاه زياده او الساتسفايد بالنسبه لها. لكن بعد كده في مشكله، لقيت ان في بعد ما خست عندي ترهلات، بحاول اعمل رياضه وبحاول اروح جيم ما بتخلص. عندي اماكن معينه فيها تكتل دهون او لسه موجود فيها سمنه برضو مش عارفه اتخلص منها نهائي. فدي ساعتها بنلجا ان احنا نروح عياده نشوف ايه طريقه الحل الاحسن للمواضيع دي. طبعا في زي ما قلت لحضرتك جلسات التنسيق القوام بتبقى باجهزه، الاجهزه مش كل واحد بينفع معاه نفس الاجهزه، كل واحد ليه اجهزه يعني علاج مختلفه عن الحاله الثانيه. كل حاله عيان ليه بروتوكول علاجي مختلف عن شخص ثاني. ايوه طبعا اكيد، لان في ناس بيبقى عندهم دهون عنيده او دهون مش في الطبقه الاولى من الجلد او كده، بتبقى فيري ديفنت ليها طريقه معينه في تكسيرها. في ناس بيبقى عندهم دهون بس ترهلات بسيطه او المشكله في الجلد، فدي لها ان احنا نعمل نحرق الدهون اللي هو السوبرفيشال او تحت الطبقه الاولى على طول، وبعدين بعد كده نعمل لهم شد. في ناس بيبقى هم خاسين وكل حاجه وتمام، بس عندهم مشكله ثانيه ان هم عندهم ستريتش مارك، وده اغلب الغالبيه العظمى العالمي كله اللي هو التشققات الموجوده في الجسم. كل اللي بيخس او حمل وولاده او بيعمل رياضه بعد الحمل والولادة بيبقى في مكان حتى اللي بيعمل عضلات يعني بتلاقيه راح يعمل يبني عضلات جسمه في الجيم شباب يعني، وفجأة بطل أي سبب كان، تعبان عنده شغل عنده دراسة، فتلاقي خصوصا لو كان بياخد بروتين أو أحماض أمينية العضلة حجمها كبر قوي، فلما بتنزل بتعمله ستريتش مارك. فده عشان كده احنا بنقول إن كل حالة لها علاج مختلف، لها بروتوكول علاج مختلف. يعني نقدر نقول ايه هي باختصار شديد كده للمشاهد، ايه هي الجلسات اصلا؟ يعني هو انا لما بروح الكلينك او بروح العياده، ايه هي الجلسات او شكل طبيعه الجلسات اللي انا بعملها عشان تجيب معايا نتيجه؟ هو انا اولا لازم خطوات عشان اعرف اذا كنت انا محتاجه. احنا بنتكلم بعد ما خست ولا عشان يخس؟ لا عشان يخس. عشان يخس نمره واحد، عشان يخس نمره واحد احنا لازم الاول بنروح العياده. لو انا مش قادر اعمل دايت لوحدي او انظم التغذيه او اعمل رياضه ما جابتش نتيجه، فانا بضطر ان انا الجا للناحيه الطبيه او العياده ان انا حد يساعدني في اللي انا فيه. امتى بعرف الموضوع ده؟ طبعا لازم اول ما بيجوا اللي عندنا او اللي يجوا اي عياده بنعمل اللي هو نشوف كتله الجسم بتاعتهم قد ايه، اللي هو بي ام اي، بشوف وزنها وطولها مناسبين لجسمها ولا هي ممكن تكون هي حاسه انها مليانه وهي مش مليانه. هي يعني هو كل واحد بيبقى فيه شكل معين هو
في تفكيره او في حلمه. يعني أو انا عايز ابقى الشكل عايز يعني عايز اعمل عضلات بشكل معين، لا انا عايز ابقى اقل من وزني ب 10 كيلو اقل. فكل واحد له تخيل هو اللي هيرضيه نفسيا يعني. فبنعمل بي ام اي عشان نعرف كان هو محتاج اساسا انه يعمل جلسته ولا لا. بعد كده لازم بنعمل تحاليل، لان اغلب العلاجات السمنه الموضعيه او تنسيق القوام كلها بتعتمد على ان احنا بنعمل اذابه للدهون. فلازم الجسم يكون الى حد كبير فت او ما فيش مشاكل صحيه، ضغط دم عالي قوي زياده. السكر انا اعتقد ان بتساعد ان السكر يتحسن. مشكله في الكبد، انزيمات الكبد عاليه لسبب ما او اي تليف كبد كلام كده، مشكله في الكلى، لازم اتاكد من الكلام ده كله ونتاكد منه بان احنا بنعمل تحاليل بسيطه من قبل ما بنبدا. التحاليل دي بنعرف منها الحاله الصحيه للمريض اللي جاي عايز يعمل جلسات. وبعدين بعد كده بنعرف في في في, في بنعمل له ايم بادي. في الايم بادي بنعرف ايه اللي عنده، ايه مشكلته الاساسيه. هو الام بادي هو الجهاز اللي بيقيس مستوى الدهون اللي موجوده في الدم. عشان بس اللي هو الجهاز بيقف عليه بياخد طوله، بياخد وزنه، بيعمل تحليل سريع كده بيعرف عنده الماسلز ده او العضلات اللي في الجسم حجمها قد ايه وموجوده فين وايه الاماكن اللي فيها ضعف بالظبط. وبيطلع لك بالظبط كمان الاماكن اللي فيها مشكله، فين هي مشكلته اكتر، هي دهون، مشكلته اكتر ان هو عنده ووتر ريتينشن او احتباس ميه. وفين مكانه، العضلاته، نسبه العضلات ضعيفه ولا لا. لان انا ممكن الدهون دي احتاج اتخلص منها نهائي، وممكن ان انا لا، الكتله العضليه عنده اوريدي ضعيفه، فمحتاجه ان انا احرق الدهون واحولها لعضلات. فدي كل حاجه البروتوكول العلاج بتاعها بتختلف في كده. فبعد كده بنقعد مع بعض وبنحط البروتوكول بتاع العلاج او ايه احسن الاجهزه المناسبه ليه، وعلى اساسها بنبدا العلاج ان شاء الله باذن الله. قالوا مين اللي قاله مش مهم. قالوا ان الجلسات الخاصه بالكراجافيتيشن او اذابه الدهون بتعمل تاثير سلبي على الجسم. ما مدى صحه هذه المقوله؟ من ناحيه ايه؟ ان هي بعد ما بتعمل التخسيس او بتعمل اذابه الدهون دي بتتكون في اماكن مختلفه، والاماكن دي اصلا غلط انها تتكون فيها، فالافضل ان احنا نشيلها. هو في بعض حاجات بتعمل كده بس مش تنسيق قوي. يعني احنا لو عملنا شفت الدهون اللي هو لايب ساكشن او كلام من ده، حتى لو كان الفيزر، يعني حتى لو كان ده مشكلته الاساسيه ان هو فعلا بيديك شيب حلو قوي قوي لجسمك لفتره سنه اتنين بالكتير. لو ما حافظتش بشكل كبير قوي على اللايف ستايل بتاعك صح، لازم الدهون لازم هترجع. يعني لازم، يعني انا خلصت من جزء كبير في اماكن معينه من الدهون، فهي هترجع. لا اكلت حاجه زياده، اكلت كلام من ده، هترجع فين؟ فدي بتتكون ليه؟ لان احنا بنعمل بنشيل تقريبا كل الخلايا الدهنيه الموجوده في المنطقه دي، فدي بتتكون بس بتتكون في اماكن ثانيه، فبتعمل لخبطه في شكل الجسم. نلاقي مثلا عمل بطنه فتلاقي الاجنب ظهرت، بعد كام سنه عمل دراعاته تلاقي وشه ماله او الدبل تشن او صدره من قدام، يعني بالشكل ده مكان ثاني. ده دي في حالات بس شفط الدهون. لكن في حالات العلاج بالاجهزه او تنسيق قوام دي او الكرايو سوري زي ما حضرتك قلت، دي ما بتعملش الكلام ده خالص، ان دي مش بتعمل كشط للخليه الدهنيه. الخليه الدهنيه بنعمل لها ان احنا بنعمل اذابه للدهون الداخليه الموجوده في الخليه، او تجميد. هي بالنسبه للكرايو تجميد بس، يوجوالي احنا بعد التجميد عشان النتيجه تبقى اسرع بنقرنها بجلسات للاذابه وكلام ده في نفس الجلسه او بعديها. فالخليه الدهنيه احنا محافظين عليها، فبالتالي لو رجعت الدهون هترجع في نفس المكان، مش ترجع في اماكن ثانيه، مش هتتوزع يعني. مش هتتوزع، وفي صعوبه لان بيحصل اولا هي بتحصل تفجير للخليه الدهنيه عشان يخرج منها الدهون بسهوله، وبتاخد فتره طويله. يعني احنا مش النهارده عملنا جلسه راحت مننا، بتاخد فتره من اسبوع لثلاث شهور الجسم لسه بيتخلص من الدهون الموجوده فيه بعد الكرايو. الخليه الدهنيه غالبا بيحصل لها انكماش، مش بتروح بس بيحصل لها انكماش بتظهر، فعمرها ما هتاخد نسبه الدهون اللي كانت موجوده قبل كده. لكن في نفس الوقت مش هتيجي دهون في اماكن ثانيه، لان يعني انت طول ما انت محافظ على جسمك بشكل يعني بشكل يعني فير، يعني مش بقول لك اعمل دايت باستمرار بعديها او كده، لا بشكل معتدل، فانت طول ما كده هتحافظ على النتيجه اللي انت خدتها ومش هيطلع دهون في اي مكان ثاني. ده خليني اسال السؤال الاهم، ايه الفرق ما بين اللايبوسكشن او الشفط الموضعي للدهون وبين جلسات تنسيق القوام اللي بدون جراحه؟ ايه الفرق؟ فرق كبير جدا. اللايبوسكشن نمره واحد، انا مش هقول لك تشوف النتيجه من اول يوم، لان طبعا هو اللايبوسكشن اولا هو لايبوسكشن جراحه،
خلينا نقولها واحده واحده. الليبوسكشن جراحه محتاجه جراحه غرفه عمليات، محتاجه بنج، حتى دلوقتي بيدوا بنج موضعي بس برضه هو في بعض الحالات ما بتنفعش، محتاجه ريكفري بعد بعد العمليه، محتاجه انك تقعد شويه في البيت، محتاجه انك انت تلبس مشد فتره طويله. دي اول حاجه بالنسبه للليبوسكشن او الجزء الخاص بالعمليات الجراحيه في شفط الدهون. في شفط الدهون. اما بالنسبه لتنسيق القوائم، انت بتعمل الجلسه بتقوم تمشي، انت عندك بتشتغل او عندك اي حاجه بتيجي ساعه ساعه ساعتين بالكثير في العياده بتعمل السيشن اللي عليك، وهي يعني بتاخد تقريبا ساعه ونص تقريبا، وبتمشي بتروح شغلك كل حاجه تمام. بالعكس بتلاقي انك انت جسمك فريش اكتر لانه بيعمل تنشيط الدوره الدمويه. فدي ده اول نقطه. النقطه الثانيه الليبوسكشن، انت بتشوف جسمك في الاول لطيف وكده، بس ما بيجيش طبعا من اول اسبوع، لان احنا طبعا بيبقى في ميه بيتم ضخها في العمليات دي. الجراحين او الجراح المسؤول بيدخل شويه ميه عشان يقدر يتخلص يسحب الدهون الموجوده اللي هو سلاينيا. فبيبقى الجسم شويه تحس فيه انتفاخ، لكن بعد كده بتلاقي برده شكله لطيف. عشان برده تاخد النتيجه النهائيه انت عايز لك شهر عشان يحصل هيلينج للمنطقه اللي حصل فيها يظهر التحسن بشكل كامل. تحسن عايز لك على الاقل شهر تلبس المشد ده لمده شهر عشان تشوف النتيجه. الجلسات تنسيق القوام ما فيش عندك طبعا الموضوع ده خالص. انت بتلاقي كل جلسه احنا كل اسبوع تقريبا بنقيس، ممكن النزول مش بيبقى فجاه زي الليبوسكشن، بس بتلاقي تدريجيا وده افضل. بس كان النزول في الوزن تدريجيا افضل من النزول فجاه، وبرده النزول في الدهون او تخلص من الدهون تدريجيا افضل من ان احنا فجاه نعمل كشط لكل الدهون الموجوده. لان ده حاجه يعني ما يفضلش. بس دكتوره ما تقدرش تدخل عمليه في كتير حالات. ما دي من دون يعني حالات مرضيه. مش اولا في ناس عندها فوبيا من العمليات، في ناس تقول لك انا اعرض نفسي للعمليه ليه، في ناس ماديا ما تقدرش تعمل العمليه، في ناس لا ثواني بس اتك على ماديا دي شويه. ماديا فرق السعر او التكلفه ما بين عمليات ليبوسكشن او عمليات شفط الدهون الموضعيه وما بين جلسات تنسيق القوائم تقريبا الفرق هيوج، فرق كبير جدا. طبعا جدا، لانك انت عندك يعني تقريبا اتليست خمس اضعاف، يعني ما كانش اكتر يعني من اللي هو الليبوسكشن، لان هو دي جراحه فانت محتاج. بس اطمنهم يعني اقول لهم الموضوع مش لا مش مكلف، ما تقلقش الموضوع. لا 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 خالص مش مكلف، يعني لا لا اقل بكتير جدا من تكلفه جدا الناس طبعا جدا. عندها حته مضايقه كده ولا كده توصل تقريبا اكنها رايحه جيم، يعني المبالغ اللي بتوصل اكنها بتشترك في جيم لثلاث شهور او كلام، يعني مبلغ لا يذكر طبعا. بس النتيجه بتكون ممتازه كويس، يعني النتيجه المفروض بيكون هم شايفين النتيجه باستمرار. بعدين هو لما بيجي بنفسه كل يوم بيشوف انا بنزل، كل يوم بيشوف ان بنطلون بيوسع شويه، شكل جسمي بيبقى الطف شويه، هو بيكون نفسيا مرتاح، فبيدي اقصى ما عنده علشان خاطر يقدر ياخد الشكل او البادج اللي هو عايزه. الليبوسكشن فيه مشكله ثانيه زي ما قلت لك، بعد الجراحه بيبقى فتره كبيره جدا في بروزس او كدمات موجوده في الجسم، وده لازم نتيجه الاماكن اللي اتشال منها الدهون. الكدمات دي طبعا بيبقى في زراق، بيبقى في موجود اللي هي الكدمه اللون الازرق ده، بياخد مده كبيره لما يحصل له هيلينج. في بعض حاجات بعض الناس بيبقى عندها نزيف شويه من تحت الخلايا. لكن طبعا احنا بالنسبه لتنسيق القوام ده مفيش الكلام ده نهائي، مفيش اي حاجه بتحصل، مفيش اي علامات بتظهر في الجسم، يعني لا كدمه ولا بروزس ولا الم ولا كلام. دي نمرة تلاتة. الليبوسكشن برضو من ضمن الحاجات اللي احنا او بتبقى قلق بالنسبة للناس، زي ما قلنا تكوين الدهون في اماكن تانية من الجسم لازم بيضحك عليك اللي بيقول لك لا لا الكلام ده مش صح. لا هو بيقول ان هو بعد ست شهور لو ما حصلش التزام بنظام غذائي وما الى ذلك، حتى لو حصل لازم الدهون هترجع بنسبة معينة. مش هتبقى كبيرة، يعني لو انت خد بالك اي من الاكل وبتاكل بقى باستمرار دايت ونظام صحي بقى الكلام ده كله هيبقى اقل قوي نسبه الرجوع. بس في حاجه هتحصل لازم، ما فيش فيها لكن في جلسات فيها تنسيق القوام لا طبعا ما بتحصلش. يعني لو قلنا النتيجه سيئه قوي فهترجع الدهون في نفس المنطقه وبنسبه اقل، لازم تكون اقل 30%. هنا بقى الفرق يا دكتور اللي انا عايز اقوله للناس، ان الدهون هترجع في نفس المنطقه بس مش هترجع في المناطق المجاوره. لا 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 نهائي. مش هتلف لك من هنا ولا تطلع لك فوق. لا لا وعمرها ما هترجع 100%. ومش هترجع 100%. لازم عكس الجراحات الخاصه بالليبوسكشن او جراحات اللي هي شفط بالموضوع شفط الدهون موضوعيا. لا هترجع، وهترجع في اماكن مختلفه، وكده كده هترجع بنسبه. لازم او لازم هيبقى في نسبه مش هترجع اتليست 30%، يعني ما يكونش الرجوع كله نهائي. مهم بقى اخر نقطه مهمه برضو قوي، لان اللي رايح يعمل العمليه دي ورايح يتكلف اذا كان تنسيق قوام ولا ليبوسكشن، فهو رايح يدفع ويتكلف وياخد من وقته عشان يلاقي جسمه فت، جسمه كله شكله كويس، في اللبس كويس، هو قدام المرايه راضي عن نفسه، خصوصا السيدات.
لايبوسكشن طبعا بيبين الاستريتش مارك دايركت، انت بتشيل، انت عندك دهون بتفضل الشكل باين دايركت بتبان. انت عندك دهون وتم التخلص من الدهون فجاه، ممكن منه جلسات ليزر بقى او حاجه لازم هيبقى في نسبه، لانك انت شلت الدهون، انت عندك الطبقتين اهم في دهون هنا انت شلتها فجاه. طب الجلد ده بلاش بيعملوا ليزر زي الفيزر والكلام ده، بيلزق عشان يرجع يعمل يربط بين الجلد وبين الجسم تاني او الخلايا الدهنيه الموجوده واللحم تاني، بس لازم هيبقى فيه نسبه ستريتش مارك، لازم هيبقى فيه نسبه السيلولايت، ودي حاجه مهمه جدا لازم. يعني لا عمرك ما هتلاقي جسم اللي عمل لايبوسكشن فلات، يعني تلاقي مثلا الرجل هتلاقي المنطقه دي ان شكلها فلات، لازم هتلاقيه في نسبه، لازم مهما كان الجراح شاطر، حاجه عاليه وحاجه واطيه يعني كده تلاقي لازم لازم هيظبطها ازاي. فهتلاقي جسمه يعني في هنا دخله قوي في هنا، فتلاقي في حالات كتير كانت بتجي لنا او لقسم الجلديه عايزينهم عملوا لايبوسكشن، فبقى لقوا عدم الاتزان او البالانس كتير ده. فهو دلوقتي عايز يشيل بالدهون يحطها في بنسبه بسيطه في الاماكن اللي دخلت قوي دي عشان بقى شكل الجسم مش لطيف. لكن انت عندك في التنسيق القوام او جلسات تنسيق مفيش، النقطه دي مش موجوده نهائي، لانك انت مش بتشيل، مش بتعمل تجريف للخلايا الدهنيه او مش بتشيلها نهائي. انت هي موجوده، انت بتكسر الخليه الدهنيه وبتحول الدهون دي المواد سائله بمنتهى البساطه والسهوله، بتخرج بره الجسم بدون اي اضرار. فدي من الحاجات المهمه قوي قوي بعد العمليه، بعد العمليه بفتره يعني بعد مثلا بشهر بشهرين بثلاثه بعد العمليه، بس كان بعد العملية الجراحية أو بعد جلسات تنسيق قوام. تقولي لمين اوعى تروح تعمل شفط الدهون موضوعيا وتعالى نعمل جلسات تنسيق القوام غير أنا؟ غيرك أنت؟ أقول لمين؟ أنا يعني طبعا أنا الناس الدكاترة زعلوا مني بتوع جراحة وناس كتير قريبين مني، انا كنت بقول لهم لا روحوا اعملوا وخلصوا وعملوها لايبوسكشن والكلام ده، هم هيزعلوا مني. بس اقول الاغلبيه لو انت في ايدك انك تعمل ده او ده، لا استنى على نفسك شويه اعمل، وده والله مش عشان شغلنا بس عشان فعلا النتيجه بعد كده، اعمل جلسات تنسيق قوام، خد بالك من اكلك، اعمل لايف ستايل صح، ما تعرضش نفسك للجراحه، لان جسمك في الاخر مش هترضى عنه. ليه؟ لان هترجع لازم الدهون هترجع في اماكن ثانيه، ولازم هيكون في هيكون في امبالانس في شكل الجسم، فانت هتبقى متضايق. وانا جالي حالات، انا جالي حاله عامله بره يعني دلوقتي معايا حاله يمكن او في الفتره اللي فاتت عامله بره يمكن في امريكا ولا كلام كده، يعني عند اكبر دكتور عامل الفيزر عند اكبر دكتور بره في امريكا، وجسم شكل الجسم لطيف بس تكون اماكن، هو راجل يعني فيتكون في اماكن مش عاجباه بعد كده. فمفيش قدامنا حل غير ان هيلجأ دلوقتي لايه؟ لجلسات تنسيق قوام. بعد ما عمل العمليه وتعرض وقعد قد كده لجأ للجلسات عشان بعد تكلفه ماديه كبيره وسافر وعمل القصه دي كلها، دلوقتي بيجي يلجأ الى ما قدموش حل. يعني حتى لو الوزن كبير ينفع معاه جلسه تنسيق القوام؟ لا 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 احنا زي ما قلنا احنا عشان كده بنشوف بنعمل البي ام اي عشان نعرف كتله الجسم، هل ده عنده اوفر ويت، هل ده بري اوبيس. الاوفر ويت ما ينفعش، الاوفر ويت ينفع والبري اوبيس بدرجه معينه لو حالته ما تسمحش انه، اصل احنا عشان نعمل جراحات احنا ما بنتكلمش بقى لايبوسكشن، لايبوسكشن ينفع مع اي حد، بس حتى في الحالات الكبيره اللي هم اللي عندهم وزن زياده فوق ال 30 بي ام اي بتاعهم فوق ال 30، ده ما ينفعش لا ده ولا ده ولا حد هيقبلهم في الموضوع ده. لازم يعملوا دايت، مش هيقبلهم ليه؟ مش عشان حاجه، عشان صحتهم. لان انا هشيل الدهون، طب انت عندك دهون جسمك كله ملفوف بالدهون، طب انا هيعمل لايبوسكشن ده؟ بشوف العمليات الجراحيه الدهون بتبقى عامله زي السمنه كده، ايوه لونها كده اويلي كده، لونها براون كده اويل كميات كده كبيره، قص البطن كده لا يقص ما يقصش، لا انت بتتكلم في في الشد كده في الشد فلما تطلع الدهون وتقوم تبص تلاقي نفسك ماسك ما شاء الله يعني ده حقيقه. انت ماشي ازاي كميه كبيره جدا ماشي ازاي؟ الاجسام الحلوه الستات بالذات اللي جسمها يعني هو اوريدي فات، بس هي يعني بيكي شويه في نفسها او عايز يبقى شكلها لطيف او مهتمه بجسمها، بياخدوها بيحقنوها حقن موضعي في اماكن ثانيه في الجسم، وده حاجه لطيفه في الخدود في في في, في الهبس في اي مكان على حسب ما عايزينه. لكن الوزن الكبير هيشيل ايه؟ انت حتى هتضطر عشان لو تعمله لو الدكتور وافق، طبعا دي مش اختصاصي، فلو هو شايف ان الحاله تنفع يعني
مش هيعمل له على كذا مره، انك انت عندك ليفل، او هم عندهم ليفل الدكاتره من 3 ل 5 لتر اعتقد لازم يتشالوا في، او اللي هم الماكسيمم اللي يتشال في العمليه الواحده، ما يقدرش اكتر من كده. دليل على كده ان اي حد بيروح يعمل لايف سكشن دكتور، اغلب الدكتورز بيقولوا لهم بالذات لو عندهم اوفر ويت زياده او بي او بيس، بيقول له لا روح خسي 15 كيلو بعدين تعال اعمل لك، لانه عارف انه مش هيقدر يشيل كل ده. اه طبعا. فلكن احنا لما بيلجا لجلسات تنسيق قوانين بيلجا لها مع غالبا احنا بندي لهم كده يعني ايه بالراحه زي التنظيم الغذائي معاها، ان هو يساعد. يعني انا برضو في حالات ما اقدرش اقبلها، يعني في حالات اللي هو زي ما قلت لك البي ام اي بتاعها فوق ال 30، ده انا ما اقدرش، لان ده سمنه مفرطه من او بدايه السمنه مفرطه، انا ما اقدرش اقبل، مش هعمل، مش هضحك عليه، مش هيجيب نتيجه، هضحك عليه مش هيجيب نتيجه، مش هيجيب نتيجه الا لو هو قال لي بقى بليز وانا مصر اعمل، يعني مصر اعمل. طيب طمنت على هنمشي الكبد على نظام وعلى غذائي بقى، ومع نظام غذائي واطمن اهم حاجه على الاجهزه العضويه بتاعته، على كبده كويس، على الكلى كويس، على الكوليسترول عنده كويس، كل حاجه تمام. ابدا ستيب باي ستيب، في حالات لان ما يقدروش يلجاوا لاي حاجه، فيعني ما بيبقاش قدامهم غير انهم يمشوا يعملوا رياضه ويعملوا جلسات تنظيم. وفي ناس الرياضه بالنسبه لها كمان صعبه، يعني الرياضه صعبه لان الوقت بس، يعني اعتقد مش الوقت، هو الواحد وزنه تقيل قوي، وزنه تقيل صعب جدا يعمل، وتقول له اعمل رياضه، يعني هو اصلا قايم نازل راكب العربيه او نازل طالع لك اصلا، هو تقريبا حاسس كده ان هو كده خلاص خلص الرياضه بتاعت الاسبوع كله. فبالنسبه له ما بيقدرش، ممكن في ناس منهم ما بتقدرش تقوم تخش التواليت بسهوله. انا اعرف ناس، لا وفي ناس عندها مشاكل في الركب ومشاكل في المفاصل، يعني خلاص بقى ما دام الجسم زاد، الجسم وزن الجسم زاد، فركبتك ما شاء الله، يعني بتقول له ركبتي وجعاني، ظهر وجعاني، رقبتي وجعاني، ده حقيقي، ده اقل حاجه، يعني ده اقل حاجه كويس انها جت على قد. هو لو بيعمل رياضه وهو كويس ما كانش وصلنا للمرحله دي، يعني لو هو بدانا يا دكتوره، يعني رايي ان افضل حالات في على الاطلاق اني احافظ على اكلي طول عمري صح، واعمل رياضه باستمرار على الاقل 3 مرات في الاسبوع، صحيا نفسيا جسمانيا للجلد للوش، ده افضل حالات. انا من 3 ايام شفت دكتور كان وزنه 135 كيلو ان شاء الله، وهو قصير مش طويل، شفته بيسلم عليا، انا عارف الصوت بس مش عارف الشكل. خس خس بايه بقى؟ بنظام غذائي اسمه الكيتو دايت. كيتو دايت لقيته نزل تقريبا ما يعادل اكتر من النص. انا عمال ابص له يمين شمال، فينك فين الصوت ده؟ انا عارفه بتاع مين، لكن الشكل ده مش عارفه. تقريبا فتره حوالي 6 او 7 شهور تقريبا التزم بنظام غذائي، وصل له المرحله دي. فسالت السؤال يا دكتوره الطبيعي جدا، انت حاسس بايه؟ قال لي انا حاسس كاني اول يوم اتولد النهارده. ايوه صح، ده حقيقه، ده حقيقه، لان انا اكتر حاجه بتاثر، حتى برضو دكتور نفسي وعارف الكلام ده، اكتر حاجه بتاثر على الانسان عدم رضاه عن نفسه جسمانيا، لان ده في حاجه، هو الايمج في حاجه بتاعتك. اسمها التقبل الذاتي. أيوة. انت بتتقبل نفسك، انت لو شايف نفسك بالشكل ده غالبا بيكونش متقبل. انت تروح لوريد السمنه ده تقول له بس انت يعني عندك زي، انا حابب، يعني اللي هو مش ناوي دلوقتي او مش بيفكر انه يعمل جلسات او يعمل لايف سيشن او دايت، يقول لك لا انا حابب نفسي قوي، أيوة انا بلاش عليا الرفع، هو داخليا مدمر. بس هو بيقول الكلام ده عشان يعني يرضي نفسه، وفي يوم من الايام وفي يوم من الايام هيعملها، لان تقبل الذات ده شيء مهم جدا، بيديك ثقه في نفسك في الشغل، في ادائك، في لبسك، في كل حاجه. لا في حلقته في شغله يطلع يخش اوضه عمليات، يطلع سلم، يركب عربيه، يعني لو ركب عربيه السيدان الصغيره دي ودخل جواها بتتكلم بقى على الاوزان. لا انا بتكلم ان حد 130 140 كيلو، فبالتالي الموضوع صعب، يعني الموضوع صعب خاصه وعنده مشكله كبيره جدا كمان، سيبك من نفسيا، وهو بينام يا حرام ما بيعرفش ينام، تنفسه في ناس ولازم عندهم ينام بطريقه معينه ورافع راسه ومش عارف ايه دي حاجه معروفه جدا عن مرضى السمنه، اللي هم ممكن النفس يتقطع خالص وهم نايمين لفتره، وتلاقيه يقوم ياخد نفسه ويرجع. ده في بعض الناس وصلوا لدرجه انه انا اعرف حد شخصيا وصل، هو زايد في الوزن وفي نفس الوقت كان عنده مشكله في التنفس في اللحميه او حاجه كده، وصل لمرحله ان لما يجي ينام يحط اكسجين جنبه، اسطوانه اكسجين لازم يحطها جنبه وهو نايم، لازم يحطها يلبسها وهو نايم. بص يا دكتوره، المشكله ان الناس مش عارفه انه هيسال يوم القيامه عن يعني صحته، انت وديتها فين؟ هيقول لهم كنت باكل، كنت باكل، ما انا كنت بربي الصحه، كنت بربي الصحه، وبقى المثل الشهير دلوقتي اللي ما عندوش قرش ما عندوش قرش. ايوه شفت بقى، يعني اللي هو يعني حاجات. المهم دلوقتي احنا عارفين انه لما بعمل شفط الدهون موضوعيه، انا عارف ان انا بلاقي حاجه جنبي كده فيها الدهون بتاعتي قدامي، بتاعتي حبيبتي معايا، خدها وروح، بيديها لك فيبر طويله كده، خدها وحطها في الفريزر بقى، وش بس خلاص. انا عارف انا دهوني هاخدها فين، دهوني معايا معاك، اعمل بقى عليها شوربه، اعمل اللي انت عايزه. طيب هنا انا عارف دهوني راحت فين، في جلسات تنسيق القوام انا عايز اعرف دهوني راحت فين. هتروح تقلقان عليها برضه؟
شوف حضرتك اللي احنا بنعمل طبعا زي ما قلنا بنبدا الاول احنا كل حاجه لها حاجه مختلفه. احنا خلينا نتكلم على الكرايو اللي هو دلوقتي الثوره العلميه اللي عامله في كل مكان، يقول لك هو احسن اجهزه كرايو او العلاج بالليزر هم احسن، هم الثوره الجديده طالعه في التخسيس. هو احنا اللي بنعمله التالي، احنا بنجيب الخليه الدهون او المكان اللي فيه، بنعلم على المكان اللي فيه دهون كان في البطن او الدراعات او اي مكان بنعلمه. لازم ناخد المكان ده نعرف المكان ده معلمينه زي جراحات بالظبط. طبعا بنعلم ونرسم كده تقف تعلم بتعرف المكان فين. عندنا حتى احنا زي ماب كده، على الماب دي في كل فايل للمريض على الماب دي بنرسم الاماكن اللي هنشتغل عليها عشان نكون عارفين. بنحط الجهاز بتاع الكرايو، بيقعد تقريبا من 40 دقيقة لساعة، هو المفروض نص ساعة ل 40 دقيقة، بس في بعض الحالات اللي هي في عندها سمنة جامدة وحالتها تاني بقول الكبد والكلى وكل حاجة عندهم تمام، فممكن نقعدهم لساعة عشان يجيب نتيجة أسرع. بعد كده الدهور دي بقى الكرايو ده بيعمل إيه؟ الكرايو ده كل اللي بيعمله ساكينج أو فاكيوم، بتعمل شفط للعضلة اللي فيها الدهون عشان تقربها قوي للمكان اللي فيه اللي بيطلع منه الكرايو أو اللي بيعمل تجميد اللي بيطلع منه سائل التجميد ده، فبتجمد اكنك حاطط في فريزر، اكنك جبت المنطقه دي كده حاطها في فريزر. بتبقى درجه الحراره ماينس 8 لماينس 10، ده في الاعلى حاله ماينس 10، اكنك خدتها جمدتها في الفريزر. طب لما الخليه الدهنيه دي اخدها اجمدها بعد كده هل هتبقى طبيعيه؟ اكيد لا، هيحصل لها تدمير ذاتي للخليه الدهنيه، يعني الدهون الموجوده دي اتكسرت خلاص، هي كانت موجوده في خليه واضحه كده فاتكسرت، منعنا تدفق الدم ليها. التجميد ده بيمنع تدفق الدم للجسم، يعني البلا سيركليشن بيقف في المنطقه دي، يجي ما يعملش تدفق دم في المنطقه دي. وانس ان عملت منع تدفق الدم المنطقه دي وجمدت الدهون دي فهي خلاص حصل لها دامج. طب اي حاجه بيحصل لها دامج جوه الجسم مثلا زي الدهون دي هتروح فين؟ احنا يوجوالي كانوا زمان بيعملوا الكرايو ويسيبوه بعد كده هي تتكسر الخليه الدهنيه بقى مع نفسها مع ميه وكلام كده، وتشرب ميه وتتكسر شويه مساج وكده، وبتطلع بقى على من شهر لثلاث شهور زي ما قلنا، عشان كده كانت بياخد فتره طويله ما بتعملش اكتر من جلسه كل ثلاث شهور. لكن دلوقتي اصبح ان احنا بعديها بنعمل خلصنا كده بنعمل بعد كده الكافيتيشن بعد جلسه الكرايو على طول بنعمل جلسه بعد الكرايو نعمل كافيتيشن كافيتيشن الترسان وده بيكون موجات صوتيه فيري ديب بتضرب الاماكن اللي حصل فيها تكسير الخليه دي اللي حصل فيها سوري تجميد الخلايا دي، فبتعمل بتفجر الخلايا الدهنيه. ليه؟ عشان تسهل خروج الدهون الموجوده من الخليه الدهنيه. بعد كده بنعمل ار اف، دي بتبقى مثلا لمده 20 دقيقه او 15 دقيقه، بنعمل حاجه اسمها الار اف او الراديو فريكونسي، ده بيدي حراره عاليه برضه نفس الاماكن اللي اشتغلنا عليها مع مساجات. الحراره دي بتعمل على ايه؟ بتعمل على حاجتين، بتعمل على بعد احنا كسرنا الخليه الدهنيه والدهون جوه متجمده، فانا بعمل حراره دي او الهيت ده بيعمل ايه؟ بيعمل انه يعمل اذابه للدهون اللي تم تجميدها، مش هترجع تاني لا، عشان الخليه خلاص اتكسرت فانا لازم اخرج بقى الدهون دي بره الخليه الدهنيه. فالاذابه دي بتبقى الدهون دي في حاله سائله فبتخرج بسهوله جدا جدا من المنطقه دي. بتطلع على فين؟ بتطلع على الليمفاتيك سيستم او على السيستم الخلايا الليمفاويه او الغده الليمفاويه. بعد كده بنعمل حاجه اسمها، وفي نفس الوقت الار اف بيعمل تايتنج، بيعمل شد للمنطقه لانه بينشط الكولاجين والالستين والدوره الدمويه في المنطقه دي، فبيرجع يعمل شد للجلد فوق المنطقه اللي عملناها. ما يخليش بقى برضه فيه الاستريتش مارك او العلامات او العلامات او السيلولايت او الكلام اللي احنا بنقول عليه اللي بيحصل في عمليات اللايبوسكشن. كويس. بعد كده بحط حاجه اسمها اللايبوليزر، بيبقى على حسب الحاله. الحاله عندها مع زياده الدهون ترهل عالي بحط حاجه اسمها الكتروبات، هنتكلم عليه دلوقتي. الترهل مش عالي بحط اللايبوليزر. اللايبوليزر ده بيدي حاجه اسمها كولد ليزر او ليزر بارد، بيعمل المنطقه دي بيعمل بيزود برضو شد المنطقه. الثورات العظيمه في العلاج السام. طبعا. طبعا ممتاز جدا جدا، وبنحب بنعالج بيه لوحدنا. حتى في مره في دكتورز اكيد برنامج كلكم عارفينه، برنامج مشهور جدا، كانوا جابوا حاله على الهواء في الدبل تشن وازاي عملوا الجلسه، وبعد الجلسه على طول بقت النتيجه عامله ازاي. فهو فعلا ممتاز، كان زمان يعني كان الاول بنستخدمه لوحده خالص، هو الى الان بنستخدمه لوحده. فبيعمل طبعا هو بيشد الجلد وبيحرق برضو الدهون. اللايبوليزر بيحرق الدهون مش الديب مش العميقه، الدهون اللي تحت الجلد مباشره. فاحنا ده يعني عملنا تارجتنا الدهون العميقه وتارجتنا الدهون اللي تحت الجلد، وشدينا الجلد في نفس الوقت.
بعد كده هو المفروض بنطلب من المريض انه يمشي بعد كده لمده نص ساعه وياخد لترين ميه، علشان الدهون دي هتخرج بقى تتجه للليمفاتيك سيستم او للجهاز البولي عشان تخرج من الجسم طبيعي. فانت بتشرب ميه، ودي احسن موصل للدهون للاجهزه الخارجيه او للليمفاتيك سيستم، ان تشيلها وتخرج بيها من الجسم. فكده هتتم التخلص من الدهون. حتى هو بيجي يقول لنا احنا بحس ان انا بخش التواليت كتير، بحس بطني ما كانتش بتشتغل بس بطني دلوقتي شغاله، قولون عندي كان تعبان على طول بس قولون ارتاح، عندي امساك مستمر بس انا غريبه بعد ما عملت بطني اختلفت نهائي ليه؟ لان الدهون دي مشت في الجسم وراحت على الليمفاتيك سيستم او الجهاز البولي، فشغلت كل المناطق دي عشان تخرج، فبالتالي حسنت كل الاجهزه الداخليه في الجسم. في ناس ما بنلجاش معاهم لللايبو ليزر او الكولد ليزر، بيبقى دول عندهم نسبه جايه عنده دهون وعنده ترهل عالي قوي، تلاقي نسبه الجلد عنده مع الدهون كبيره بطن، وخصوصا الحالات اللي بعد الولادات زي ما قلنا او فقدان وزن كتير بس لسه في اماكن اكتر من الولاده كمان، يعني كل ما زادت عدد الولادات. والله بص هقول لك حاجه، في ناس من اول ولاده بيحصل لها ستريتش مارك وترهل، طبيعي الجلد نسبه الكولاجين قد ايه، نسبه الاستين قد ايه، طبيعي الجلد. فبعد كده الناس دي بتتجه معاها ان انا اعمل لها الالكترو باد، ودول بادز بيتحطوا بيعملوا ستيميليشن للعضله او بيعملوا بيدوا تونين كده للعضلات، بتعمل خلي العضلات دي تحس العضله تتحرك اكنك بتمشي بالظبط، بتعمل انقباض وانبساط للعضلات. فبالتالي اكنك عملت رياضه، اكنك نص ساعه عليه اكنك عملت مثلا ساعتين رياضه، فبالتالي بتشد كمان العضلات. لا ورياضه متركزه على مكان على منطقه معينه بتجيب نتيجه في المنطقه دي. احنا الجلسات دي اساسا بنعملها للسيدات بعد الولاده لو حتى ما عندهمش لا زياده دهون ولا سمنه ولا اي حاجه، بس عندهم الترهل الطبيعي بتاع البطن ده الخفيف حتى عشان يرجع العضله. وتملي حتى الدكتور كازاي يقول لك ايه بعد ما تخلص الولاده، لو مش قيصريه اعمل بوش اب لبطنك مثلا كل يوم 50 مره علشان تلحق. العضلات بتضعف يا دكتوره، طبيعي العضلات بتضعف، انت كده بتقويها، انت كده بتقويها، بتعمل تقويه للعضلات عشان تمنع الترهل. كويس. طيب دلوقتي احنا بنتكلم عن الطريقه اللي احنا بنعمل بيها، ايه بقى الاجهزه المختلفه اللي انتوا بتشتغلوا بيها؟ وايه الجهاز، كل جهاز اكيد له حاله معينه بيناسبها. قبل ما اتكلم عن النقطه دي، عندي الاطفال دلوقتي بقى عندهم وزن زايد وبقى عندهم سن مفرطه، هل الاطفال برضو لما بيجوا لكم ممكن نعمل لهم نفس هذه الجلسات؟ لا. ليه بقى؟ هقول لك ليه. اولا الطفل انت بتكون يعني كل جسمه دلوقتي في مرحله تكوين من لغايه سن البلوغ، احنا من اول سن البلوغ ممكن نعمل الجلسات. وحتى مش اول سنه، يعني انا افضل بعد سنتين او كده، ان تعرف السنه الاولى بقى لخبطه هرمونات هي يعني بتلخبطش هرمونات ولا حاجه، بس الجسم اساسا بيكون، يعني ممكن يتجه لان يبقى جسمه كويس جدا جدا وفات، وممكن يتجه لان الجسم يبقى فيه سمنه، وغالبا دي من ضمن المشاكل اللي احنا بنواجهها في سمنه الاطفال. ان في سمنه بتبقى في وقت الطفل اللي هي السمنه الجينيه او الوراثيه، في سمنه من عادات غذائيه سيئه، وفي سمنه هرمونيه اللي بتحصل للشباب وقت البلوغ. في ناس بتزيد قوي وفي ناس بتخس قوي، يعني كان بيبي كلبوز كده وتلاقيه لما كبر خس ما شاء الله بقى رفيع وصغير فجاه زاد. فانا مش مطالبه، انا مش مفروض خالص، اولا هو مش هيتحمل ان انا اقعد ساعه على جهاز وكلام ده. بس في اطفال بيعانوا من منتشر دلوقتي التنمر بقى، فكره التنمر التنمر بالاطفال او التنمر بشكل عام. انت تخين، انت شكلك مش عارف ايه الكلام ده كله، فبيبقى الطفل انت تخه ايوه، فبيبقى الطفل نفسه متضايق. فانا كنت عايز اقول انه هل الطفل ناخده في المرحله دي وهو صغير عشان نشيله من قصه التنمر؟ ممكن ما يبقاش عايز يروح المدرسه، يعني انا كنت اعرف بعض الاطفال مش عايز يروح المدرسه كتير بسبب ان هو اتخن من زملائه او بنت اتخن من زميلاتها البنات لحد ابتدائي مثلا، وشايفه جسمها اتخن ومليانه ومكلبوزه كده، وتيجي تقعد يقول ما تقعديش جنبي انت تخينه، اقعدي مش عارف ايه الشكل العام ده بيسيب جوه نفسيتهم بيدمر. واحيانا كمان المدرسين اللي ما عندهمش الثقافه ان هم ازاي يتعاملوا مع الطفل. انا بقول لحضرتك دلوقتي احنا عندنا ازمه، احنا بنحارب البيت واخصائيين التغذيه بيحاربوا المدرسه، احنا عندنا ازمه كبيره جدا. اصبحت ان نسبه المدارس وخصوصا زي ما قلت لك كل ما تزيد في الليفل في المدرسه وتبقى مدرسه الليفل بتاعها اعلى من كده، حتى المدارس العاديه، يعني تلاقي المدارس العاديه مثلا عندهم مثلا الداده في المدرسه بتعمل لهم سندوتشات بتنجان محمر وبطاطس محمره وسندوتشات ودي والاطفال ياكلوا، انت ايه حاجه هيلسي ولا حاجه بتاخد كميه فات غير طبيعيه ولا انت عارف ده مصدرها ايه. بالنسبه للمدارس نقول الليفل الثاني اللي هو فيه، تلاقي بدون ذكر اسماء الريستوران او المطاعم اللي بتكون موجوده اللي هي بتاعت الفاست فود، كل ما تكون المدرسه الليفل بتاعها يتفاوتوا بقى، ان هم انا هدخل مدرسه الفلانيه مثلا تلاقي ماكدونالدز، تلاقي اي كلام جوه
يعني في جوه الجامعات المدرسة. دلوقتي، في الجامعات دلوقتي كافيهات ومطاعم و الجامعة مختلفة يا دكتور، لأن الجامعة في هو إلى حد ما فكريا يعني وعقليا عارف هو عايز إيه، فأنا يعني مش الأم بقى أو البيت اللي لا لا، هيقول انا له اعترض بقى. ليه بس توفير الحاجة الغير صحية قدام الشخص وهي دي اللي موجودة، هي دي اللي بتعمل ده. ما هو بره عامل حلو ايه؟ قوي. يعني انا النهارده قدامي كل الفاست فود قدامي دلوقتي، هو ده اللي موجود وكل وانا اللي معايا جعان، بياكلوه، وكل اللي جنبي بيعمل وانا ياكلوه. هو ده وانا جعان، ما هاكل ايه يعني؟ اكيد مش هروح اجيب اكل صح. سندوتش جبنه ابيض طبعا، لكن لا بس برضو الى حد ما فكريا يعني الشباب في مرحله الجامعه دي، هو غلط طبعا جدا في الجامعه الحاجات دي، بس الى حد ما انا بلاحظ الجامعات بقت اكتر الكافيهات فيها يعني، ودي حاجه لطيفه يعني، ممكن ساندوتش ممكن كرواسون فات والمطاعم، والمطق ما اعرفش انا في جنبينا هنا كام جامعه كده ما شاء الله مطعم. عندهم. طبعا ده بس تدخل الجامعه. مدارس يا دكتور، مدارس يعني انا ادخل الفاست فود للطفل لغايه المدرسه اللي الام بتحارب انه ما ياكلوش نهائي غير مره في الاسبوع واكلهوله واكل، ما انت معاك فلوس ادفع واشتري، بس. مفيش رقابه، مفيش حاجه اسمها رقابه، فانت ازاي تبقى انا من عامل بيت في الكلام ده، وانا هتمنعيني ازاي سكه المدرسه اللي هو بالنسبه لاي طفل المدرسه دي هو المعلم. المثل الاعلى اللي بيعلمه كل حاجه، انت بتقولي ده غلط ازاي؟ طب في مدرسه كبيره عندنا وكل الاولاد بياكلوه، انا ما باكلش بيضحكوا عليا، انت مش عايزه، انا كان في حد اعرفه بيقول لمامته هو انت مش عايزه تدفعي، لدرجه وهو قاعد مثلا كان اللي جنبه بيقول لها طب انا هدفع له الفلوس الفلانيه وخليه ياكل حرام، هي مشكله مش دفع، هي مشكلة مشكله هي خايفه عليه، هو ولد مش فاهم، تقول له لا حتى لو بلاش مش هاكل، عايز توصل بيه لمرحله معينه لانه كان زايد في الوزن وسنين، وفعلا ما شاء الله عليها وصل بيه لمرحله معينه انها وصلته التارجت اللي هي عايزاه، لعب رياضه بشكل كبير، حافظ على اكله دلوقتي ما شاء الله عليه، فانت ازاي انت تدخل الطفل فاست فود دهون مشبعه، اكل مش صحي، نسبه السمنه عاليه جدا، المدارس بقى فيها تلاقي ما فيش كلاس او ما فيش فصل في المدرسه ما فيش طفل مركب الاجهزه بتاعت السمنه، لازم تلاقي في كل فصل واحد طفل يا حبيبي من كتر ما سوري اجهزه السكر، من كتر ما نسبه السكر عاليه عنده السكر مركب، طبعا مركب بشكل يعني زمان لما كنا نسمع كده يصعب عليك الولد اي عشان حرام. كده لمشكله المشاكل دي اللي بقت بتصيب الاطفال دلوقتي، ويكبر طفل لسه عنده 8 9 سكر سنين 10 سنين عنده سكر، مدمر من يعني جميع النواحي بقى. خلاص بقى هو صحيا ومش عارف ياكل ايه وما ياكلش ايه ويعمل ايه والكلام ده كله، سببها مثلا ممكن يبقى الاسره او حاجه وراثيه. والله احنا انا رايي هو الاسره، بس انا رايي لا دلوقتي اللي احنا فيه ده بقت المدرسه والاسره عندهم نفس الخطا يعني، بقى لازم يبقى في رقابه على المدرسه اكتر من كده يعني، اما الاقي طفل قاعد حرام مركز مركب جهاز او بيدي نفسه ابره انسولين او مركب جهاز عشان يدخله انسولين كل شويه، طب حرام انت يعني انت بتعمل يعني بتعملوا ايه في الاطفال يعني، هم دول يعني ثوره ولا ثروه ثروه ال ثروه لازم نحافظ او ثوره شو بتاعي ثروه المجتمع هو الطفل، لازم وما هو نحافظ الطفل عليها. يعني انت طبعا عم تدمر مجتمع دمر اطفال. هو انا رايي ده اكبر عيب موجود في المدارس، طبعا انا ما شفتش الكلام ده بصراحه بره، ممنوع نهائي اي حاجه فاست فود جوه المدارس، ممنوع نهائي، في كافيتريات الكافيتريات فيها كترينج معين، الكترينج عليه رقابه، الاكل موجود معروف انه بيحط بروتينات بيحط نسبه دهون معينه بطريقه معينه لازم عليه رقابه، بيحط ما احنا لازم الكربوهيدرات. نقول انه يا دكتوره انه الصحه الجيده تؤدي الى تعليم جيد، تؤدي الى راحه نفسيه، هي لا أكيد الموضوع كله هو دايره صحيه. دايره صحيه السايكل ده مثلث. ما ينفعش يبقى واحد تعبان صحيا وهيديك دراسيا، ما ينفعش تبقى اسره يعني مش مهتمه باطفالها وتبدا ان هي تنتظر منهم نتائج جميله ولطيفه زي العسل. احنا دلوقتي في مرحله ايه يعني، الحكومه او الرئيس عامل ايه اللي هو ايه، محاربه السمنه والتقزم يعني اللي احنا بنعمله دلوقتي، الحمله اللي قايمه دلوقتي لعلاج السمنه والتقزم، انا هعالج السمنه والتقزم ازاي وانت حاطط لي فاست فود وجوه المدرسه قدام الطفل اللي هو بيعشقه، حتى لو ده ممكن ياخد من يستلف من صاحبه عشان يشتري أيوة اكل، الشكل الملون وشكل وريحتها ومش عارف ايه والكلام ده كله خلينا ما بتشد نضحكش على اي بعض، حد كبير لا ما وصغير. نضحكش على بعض، الناس كلها بتحبها يعني، ده بقى يعني ترند يعني، بقينا زي امريكا كده ان الفاست فود ده حاجه فاست فود رقم واحد وكميه من ضمن الحاجات وكميات في طبعا امريكا قد كده يعني. وانت مش عارف ده مكون من عشان ايه كده امريكا رقم واحد تقريبا في في معدلات السمنه. السمنه. طبعا يعني ما معدلات شاء الله السمنه عليهم يعني، ده ما شاء حقيقي الله بياكلوا فاست فود بشكله وكميات غير طبيعيه. كميات غير يعني انا كنت طبيعيه، دايما افتكر زمان يعني اقول انه لا الدول الاوروبيه لا لا امريكا ولا اوروبا، اوروبا هي اوروبا حاجه. مختلفه، لا لا اوروبا لا اوروبا مختلفه، مختلفه. اوروبا مختلفه، لكن كنت اقول دايما امريكا والدول العظمى دي يعني امريكا والدول المتقدمه لا ما عندهمش والدول الكلام ده. يعني بيحافظوا بقى على وزنهم ونظام غذائي وانه هم اللي بيدونا الحاجات دي واكيد ما بيستخدموهاش، وكان ده الفكر السائد هما بقى الحمد في لله هما الدراسات بقى والابحاث. اعتقد هما اعطونا هم بيدونا كل حاجه سيئه،
انا اعتقد هم بيصدروا لنا كل حاجه سيئه، واحنا بنفتح بابنا لكل حاجه سيئه. احنا ما شاء الله علينا يعني في السيء ما شاء الله علينا، يعني احنا بنقلده تمام يعني تمام. لا وبنزود عليه، بنحط التاتش بتاعنا. لازم التاتش بتاعنا، التاتش المصريين ده مهم، التاتش المصري العظيم. لكن قولا واحدا، الاطفال اللي سنهم صغير لحد سن كام سنه ما ينفعش الجا لجلسات توصيل القوام. لا لا هو بالكثير رياضه، والرياضه على حسب حالته طبعا. هو يعني نديله الحاجه اللي بيحبها، عمري ما اضغط عليه في الرياضه في حاجه ما بيحبهاش. لان انا النهارده وديته مثلا تمرين مثلا سباحه، ما بيحبش السباحه، بيتخنق من الميه، ما بيحبهاش، عنده فوبيا يعني. عمره ما هيستمر فيها، وعمره ما هينجح فيها، وعمره ما هيديني فيها. طب انا وديته كره قدم، وبيحب كره القدم، هيطلع وهيكبر وهيحاول انه يحارب، وهيبقى حريص انه يروح التمرين بتاعه، وهيبقى تفكيره ان انا نفسي اطلع العب فلان، اقلد اللاعب الفلاني. بنت وديتها في التنس، وديتها في الباليه، لازم الرياضه. احنا للاسف نقول لا فين الوقت ده، بيجوا بيذاكروا قد كده، وعندهم هوم ورك قد كده في البيت، ويا دوب يناموا. لا طبعا، انت لو اعطيته ساعه واحده رياضه حتى لو ما عندوش وقت، خليته يطلع حتى يلعب بره، يمشي يعمل، لازم الرياضه. لان حتى في المدارس ما بقاش فيه اهتمام قوي، بحس الالعاب بتاع زمان او البي اي او الكلام ده، مش كل المدارس بتهتم. فهي الرياضه والتنظيم الغذائي. زمان قلنا، عارف قالوا ايه؟ الجسم السليم في العقل السليم في الجسم السليم. يعني صحتك الكويسه تخلي عقلك يبقى فايق وصاحي. اكيد. فعمر الرياضه ما كانت عائق للمذاكره، بيدافع لا هي بتكلم على الوقت. لا ما هي بالعكس، ده هي هتخليك لو حاجه تشتغلها في ساعتين. تعرف اليابان بيذاكروا ازاي؟ المذاكره بتاعتهم، اولا في اليابان ما عندهمش هوم ورك في البيت، وما عندهمش مذاكره في المدرسه. هم عندهم يعني مواد، يعني سبجكت بياخدوه او تاكس وين بياخدوه، يطلعوا يذاكروا فين بقى؟ في الطبيعه. ياخدوهم بره يطلعوا في الطبيعه، عشان كده دي دول متقدمه. يشموا هوا كويس، يلعب العاب معينه، يعمل جيمز على بترتبط باللي انا بدرسه دلوقتي. فكل مذاكرتهم في النوادي، هو كده المدرسه هي ده تارجت المدرسه. بره يعني في الطبيعه عشان يتحركوا يعملوا رياضه. لكن نبدا قاعدين طول اليوم على الديسك، وبعد كده نروح البيت. انا مش عارف ان الطالب يقعد 8 9 ساعات في الفصل ده ويخرج، وياخد النص ساعه بس فسحه. يعني يصحى من 6 الصبح ويرجع 3 4 العصر، وده ويرجع طبعا عاوز ينام، هيذاكر امتى؟ هيعمل ايه؟ للاسف هو يعني ده بقى ملف تاني خالص، ده يعني عايز سنين، مش عايزين ندخل فيه. لكن طب امتى يعني امتى مثلا في سن كام نبدا عادي جدا ان احنا نبدا نعمل جلسات تنسيق القوام، وابدا ان انا احس بقلق، وابدا اقول ان انا هرجع للرياضه؟ بعد مرحله البلوغ. بعد مرحله البلوغ، لان بيبان بقى كل حاجه، وتكوين الجسم عامل ازاي، وهو طبعا الجين الوراثي في السمنه بيبان من الطفل وهو صغير. يعني بعد مرحله البلوغ بقد ايه؟ اصل مرحله البلوغ بيحصل تغيرات عند البنت وعند الولد بزياده او نقصان. في بدايه المرحله ولا مثلا بعد سنه مثلا او كده؟ بعد سنه من مرحله البلوغ. اتليست سنه. لان في ناس بتلاقيهم ضربوا فجاه واحده بعد البلوغ، تلاقيهم ما شاء الله لا قوه الا بالله كده، تلاقي حاجه بقى قد كده ما شاء الله. الواحده دي غصب عنها، دي مش ماشي، دي هرمونات. هرمونات ملهاش اي دخل. الولد برضو بيحصل شويه تغيرات كده. الولد بس مش زي البنت، ولكن في النهايه والله الناس بقى كلهم يعني كله. احنا بيجي لنا حالات اولاد اكتر، بيجي لنا حالات بنات. وعموما الاكل اللي احنا بناكله من بره بوظ الهرمونات بتاعتنا. طبعا كله فتح الهرمونات على بعضها. اكيد طبعا. هرمونات الميل والفيميل ما بقاش حد عارف هرموناته رايحه فين يعني. طيب اللي احنا كنا بنتكلم عن الجزئيه خاصه بالاطفال وامتى، فقلنا انه بعد مرحله البلوغ نبدا بسنه مثلا، يبقى خلاص الجسم خد شكله وتكوينه الطبيعي، يبدا ان انا ابدا ان انا اراجع دكتور متخصص في التغذيه العلاجيه وتنسيق القوام. لما نتكلم دلوقتي عن الجزء الخاص بالاجهزه، في بعض الاجهزه ما اتكلمناش عنها. ايه بقى الاجهزه اللي بتضاف للكرايو كافيتيشن والليزر لعلاج مشاكل السمنه وتنسيق القوام والنحت والشغل؟ في عندنا البيلا شيب، ده من ضمن الاجهزه اللي هي يمكن ما اتكلمناش عنها لانها مش كتيره في مصر، يمكن موجوده زي ما قلنا قبل كده في كام مركز بس. البيلا شيب دي الفانكشن فيها مختلفه، او اللي هي يعني خدمات او الفانكشن ما اعرفش مختلفه عن الكراي والكلام ده كله. اللي فيها بيكون فيها رولينج اسطوانات عشان خاطر تعمل مساج عشان تعالج السيلولايت، او تاخد بقى حد جسمه تمام يعني، او بيتخلص من الدهون، فهو عنده المنطقه دي. ودي كمان بتنفع قوي مع اللي عامل لايبوسكشن، لان زي ما قلنا بيبقى عنده امبالانس، فبتاخد الدهون. هو فيها ار اف يعني عارف زي ايام جدتي وجدتك العجانه دي، مش عارفه ولا حاجه زي كده بالظبط، بس مضاف لها ايه؟ يعني الدهون بقى دي كده بتبقى مش مترتبه، كده يعني يعمل لها غسيل ومكوى. غسيل ومكوى، ايوه تنزل. فانت بتعمل ايه؟ هي فيها ار اف برضه راديو فريكوانسي عشان يعمل اذابه للدهون، وفيها ليزر
لايت، الليزر لايت، فبيعمل اذابه وبيعمل نفس الوقت التايتنج او بينشط الكولاجين والالستين وشد للجلد. طيب الدهون بقى الموجوده هي بتذاب دلوقتي، هتخرج طبعا جزء منها بس بتذاب، وانا عندي مشكله اوريدي زي اللي عنده سيلولايت وعنده الكلام ده، عندي مشكله اوريدي ان انا المنطقه دي اعلى من المنطقه دي والمنطقه دي اعلى، زي اللي هو بيقول عليه قشره البرتقانه خصوصا عند السيدات بيكون في رجليها في المنطقه دي او بعد عمليه زي ما قلنا شفت الدهون او كده، فانا الدهون دي عايزه تبقى فلات عشان يبقى الجسم شكله لطيف يعني، او ما يبقاش فيه الديفوهات دي موجوده في الجسم، فده بيعمل اذابه وفي نفس الوقت بيعمل مع الاسطوانات او مع الرولينج اللي بيحصل بيعمل تنشيط للدوره الدمويه عشان تشيل الدهون المذابه دي وتخرج جزء منها، وفي نفس الوقت تعمل لازم قلنا يعني الرولينج دي ما اعرفش اللي هي يعني نقدر نقول فرد انه فرد فرد تفردها ما يبقاش بقى عندي الحته اللي هي الانبالانس الموجوده دي، وفي نفس الوقت طبعا بتقلل من 1 لـ 7 يعني سنة. حتى لو حد عمل لايبوسكشن او شفت الدم موضعيا هتلجا لمثل هذه الجلسات، الجلسات دي هتعمل ايه؟ زي ما بتقول كده عدم التوازن في الدهون. لا احنا بقى يا باشا احنا هنفرد بتفرد وبتخس، اول حاجه بتقلل من 1 لـ 7 سنتي في الجلسات فبتقلل فعلا عدد الجلسات كبير جدا جدا، فدي ممتازه اللي هو الفيلا شيب، بس ما نقدرش نلجاها من اول مره لو حد زياده في الوزن، لكن لو حد جسمه كويس بس عنده اوفر ويت شويه او شويه دهون متكونين دهون موضعيه في اماكن معينه دي بتجيب نتيجه ممتازه. ليه؟ في عندي كمان من ضمن العلاجات اللي هي اللي زي ما قلنا الالكتريك بلانكت، ودي علاج مهم، هو ناس مش متداوله قوي مش بتتكلم عنها، بس هو ده انا رايي ده من العلاجات الرائعه اللي من ايام الفراعنه العلاج ده موجود، نفس نظام التحنيط كده اللي بيقولوا عليه. العلاج ده وخصوصا للستات بعد الولاده، خصوصا للناس اللي عندها مشاكل هرمونات. الستات هيحبوك قوي النهارده. هيحبوني قوي النهارده؟ يا ريت. جه ايه على طول الستات؟ كل ما اصل والست والرجاله والله العظيم، هو اصل اللخبطه، اصل اللخبطه الهرمونيه، اللخبطه الهرمونيه بتحصل اكتر للستات. ما احنا قلنا ان الهرمونات فتحت على بعضها. ما هو خلاص هو الاثنين يبقى ست والرجاله. فبيحصل ووتر تنشن، ووتر تنشن ده حتى اللي عنده مشاكل في الكبد او في الكلى بيبقى التملي، لما تلاقي حد عندنا بيجي عنده تلاقي رجليه مورمه او ايديه او كلام من ده، بتقول اول حاجه ايه؟ روح اعمل لي انزيمات كبد وكلى، لان لو في عنده انزيمات كبد وكلى بيعمل له يوريك اسيد، بيعمل له ووتر ريتنشن عالي، بيعمل له كده، فده اللف الحراري او الالكتريك بلانكت او البطاريه الحراريه دي بتعمل انها او العلاج بالحراره بنسميه. بنلف الجسم كده كله زي الموميا، بيحط كريم كولينج كريم عشان يعمل ينشط الدوره الدمويه، وطبعا هو بيحس انه متلج اول ما بنعمله، بتلف الجسم كله ببلاستيك نوع معين كده وبالبنداج، كل الجسم زي يبقى زي الموميا شكل الموميا كده، وتضغط قدر امكانك، عارف نظام العصر بتاع تعصره، عارف يعني الناس هتيجي تتعصر، الدكتوره جيهان تتعصر، تتعصر تجيب تعصر كده بنفس، تضغط يعني تلف جامد، وبيتحط في الالكتريك بلانكت دي بقى يتسوى براحته كده لمده من 30 لـ 45 دقيقه، هيتعصروا ويستووا الاثنين العصر، وبعدين بقى بعدين بعد كده يقوم بتشيل ده كله، بتشوف بقى قد ايه. غالبا في ناس بتخس كيلو او كيلو ونص او 2 كيلو، ده لو عنده في العصر الواحد حسب العصر يعني، حسب العصر قوه العصر بتفرق يعني. وبتخس طبعا في السنتيمترات من 1 لـ 15 سنتي بيخسوا في توتال الجسم طبعا. بتنشط طبعا الدوره الدمويه، بتطلع الميه الموجوده، لان حرام تاخد لازكس وتاخد ادويه انها تخرج الميه من الجسم، فبتنشط الكلام ده كله، بتخرج الميه الموجوده بلس انها بتقلل لك في المقاسات والوزن. كويس. هم بيقولوا لي ان وقت الحلقه انتهى، بس انا عايز اقول قبل ما وقت الحلقه ينتهي ازاي احافظ على النتيجه اللي انا حصلت عليها بعد جلسه تنسيق القوام في اقل من 30 ثانيه. التنظيم الغذائي طبعا نمنع يعني اول حاجه هننظم غذائنا، ننظم غذائنا، نشرب ميه كتير نمرة 2 كويس. لو قدرنا في وسط الاسبوع نمشي ان شاء الله نص ساعه او نتحرك يعني نتحرك شويه يعني في وسط الاسبوع عشان بس جسمنا يتنشط. المينتنس بتاع الجلسات لازم كل على كل جهاز، في حد بيقول لك مثلا الكرايو انت بتاخد مثلا 6 جلسات، بعد كده كل شهر تيجي تاخد جلسه عشان تحافظ على النتيجه اللي انت عملتها. فالمينتنس بعد الجلسات انك تيجي كل شهر تيجي تاخد جلسه او كده عشان بس تحافظ على النتيجه، مع اللايف ستايل طبعا اللي هو الصحي ده اهم حاجه. كويس. كل الناس اللي هتيجي عيادات كيرزون ويتعصروا ايوه طمنينا قول لنا اخبار العصر، ده اسالهم بنفسك. دكتوره جيهان فريد اخصائيه التغذيه العلاجيه والتنسيق القائم، بشكرك شكرا جزيلا. كل كرم في كل مكان، انا بشكركم لحسن المتابعه، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقه قادمه اخرى من حلقات برنامج شتكر زون. كمل معاكم ان شاء الله كل ما يخص السمنه وتنسيق القوام والتغذيه العلاجيه. هدفنا في النهايه انك تحصل على صحه جيده بنظام غذائي جيد بنظام حياه بشكل عام، لانه انا دايما اقول انه المنظم في غذائه هيبقى منظم في حياته، والمنظم في حياته يصل إلى الراحة النفسية وإلى النجاح. أتمنى لكم كلكم الصحة
النفسية والسعادة دائما وأبدا. أشوفكم في حلقة قادمة أخرى، كنت معكم خالد صقر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.